السلام عليكم. انت اللي تاكل بزاف الخبز، وحتى انت اللي تاكل الكسرة والمطلوع، وما انت لو سبورتيف اللي تكونسومي الروز ديريكتومون مشكارة لا مارميت. هاد الفيديو يهمك بزاف. كامل هادو اللي حكيت عليهم، الخبز، المطلوع، الكسرة، الروز، كامل فيهم واحد المادة تحول بينك وبين الامتصاص نتاع بعض المعادن المهمة اللي يحتاجها الجسم باش يقوم بكامل الوظائف الحيوية نتاعو. لهذا اسمع معايا مليح واش راني غادي نقول. المادة اللي راني حاب نتكلم عليها نهار اليوم هي حمض الفيتيك، وهذا الحمض بالذات موجود في كل الحبوب اللي نصنع منها دقيق، يعني اللي نقدروا نخدموا منها الخبز ونخدموا منها الكسرة نتاع الدار والمطلوع. هذه الحبوب هي كما تعرفوا الجزائريين يستخدموا في الغالب القمح والشعير، يعني غالبا، وكذلك بعض الحبوب الاخرى مثل الشوفان مثلا. هذه المادة هذه موجودة في داخل البذرة الداخل، يعني بمجرد الطحن نتاع البذور هذه رايح المادة هذه تكون موجودة بوفرة في داخل لافارين او الدقيق اللي رانا رايحين نخدموا به الخبز نتاعنا ولا الكسرة ولا المطلع. هذه المادة إذا وصلت للجهاز الهضمي نتاعنا فهي رايحة تثبط وتمنع الامتصاص نتاع الكثير من ليزوليغويليمون، يعني بعض المعادن اللي يحتاجها الجسم بكميات قليلة ولكنها مهمة جدا للوظائف الحيوية في الجسم نتاعنا. لذلك من المهم جدا أننا نعرف كيف نتخلص من هذه المادة قبل وصولها إلى الجهاز الهضمي، أو حتى نكون دقيقين نتخلص بشكل كبير من المادة هذه قبل وصولها إلى الجهاز الهضمي. ممكن واحد فيكم الآن راه يتساءل، يقول كيفاش هي مادة طبيعية موجودة في داخل البذور هذه الجافة وحنا لازم نتخلصوا منها؟ أي نعم، لازم نتخلصوا من المادة هذه، وحتى نتخلصوا من جزء كبير من المادة هذه، لأنه الفعل نتاعها في الجسم نتاعنا يقدر يسبب لنا الكثير من المشاكل. وأحد أهم المشكلات كما قلت هي أنها تمنع الامتصاص نتاع بعض المعادن مثل الزنك اللي مهم لجهاز المناعة ومهم للخصوبة، كذلك الامتصاص نتاع الكالسيوم والامتصاص نتاع الحديد، وكلكم تعرفوا وشنو هو الحديد، وكذلك الامتصاص نتاع النحاس. هاد الأربع معادن هادوما هاد المادة تأثر عليهم تأثير مباشر في عملية الامتصاص في الجهاز الهضمي. وبحكم الاختصاص نتاعي نقدر نعاونكم ونعلمكم كيفاش تتخلصوا من هذه المادة. في القديم كان الإنسان يتخلص من هذه المادة عن طريق التخمر الطبيعي في الدقيق، يعني كان الناس يخدموا حاجة نسميوها احنا الخميرة الطبيعية، يعني كان الخبز نتاعهم يخدموه بطريقة تقليدية في المنزل، يصنعوا الخميرة اللي يخمروا بها الخبز، وكانت الناس تاكل هذا الخبز هذايا واللي هو خبز تقليدي منزلي. ولو كان غير جات برك على الامتصاص وحبس التمة، ممكن واحد يقول لي انا ناخذ دي سوبليمون اليمونتير فيهم دي زوليغويليمون، يعني فيهم هاد المعادن اللي انت راك تقول باللي حمض الفيتيك ما يقدرش ما يخليهمش يمتصوا في الجسم. لكن نقول لك باللي مشاكل تاع حمض الفيتيك ماهوش غير هذه برك، حتى انه عنده مشاكل واحده اخرى في الجهاز الهضمي من بينها لي بالونمون والانتفاخ، مشاكل تاع القولون، الناس اللي تعاني من القولون العصبي، كل هؤلاء يقدر ياثر عليهم هذه الماده الموجوده في داخل الحبوب كيما القمح والشعير. بزاف ناس نسمعوهم يقول لك انا ملي حبست الخبز راح لي النفخ في كرشي ما ولاش عندي. بصح اسكو تقدر تعيش بلا خبز؟ حتى من الناحيه تاع التغذية الخبز هو مادة مهمة في التغذية البشرية، لكن وشنو هو الخبز حقيقة؟ هل ترى الخبز اللي رانا نتكلموا عليه في علوم التغذية هو نفسه الخبز اللي يتباع عند الخبازين في يومنا هذا، يعني في الوقت الراهن؟ لا لا، ما هوش هو للأسف، لأنه تعريف تاع الخبز في التغذية هو الخبز المصنوع بخميرة طبيعية، يعني يحتوي على بكتيريا لبنية، هذه لاكتوباسيلوس هي عبارة عن بكتيريا اللي تؤدي إلى تخمر السكريات الموجودة في داخل الدقيق نتاع هاد الحبوب الجافة،
وانتاج حمض اللبن. هذا الاسيد لاكتيك اللي هو حمض اللبن راح يخلي الوسط نتاع الماده اللي رانا راح نصنعوا بها الخبز او العجينه هذه يخليه وسط حمضي. وفي الوسط الحمضي هذا تتفعل واحد الانزيمات نسميوها لي فيتاز. هذه الانزيمات هي اللي تفكك الاسيد فيتيك ولا تفكك كميه كبيره منه. لهذا كانوا الجدات فيما مضى بكري كانوا يخدموهم الخبز ويخليو العجينه نتاعهم تخمر الليله كامله، والصباح ينوضوا يطيبوا الخبز تاعهم. وكان حتى لوغو تاع الخبز هذايا كان آسي، سقسوا الكبار يقولوا لكم. وبالرغم من عمليه التخمير هذه الا انه حمض الفيتيك ما يروحش كومبليتوم من داخل الخبز هذايا، حتى الخبز اللي مخدوم او لوفا ناتوريل، وذلك لانه الاسيد فيتيك بكميات قليله مهم جدا ثاني بالنسبه لجسم الانسان، لكن ضار بالنسبه للتغذيه الحديثه اللي راهي كاينه اليوم، لأن الناس راهي تستهلك الخبز ولا الكسره ولا المطلوع ولا المارك ولا الملاوي في مناطق في الجزائر يسموهم هكذايا، اللي هي عباره على عجينه غير مخمره او مخمره بخميره ليست خميرة طبيعية، يعني ما همش دي لاكتوباسيليوس، ما همش بكتيريا، وإنما هي عبارة على دي لوفور، يعني خمائر على شكل فطريات، كما الشيء اللي راهو متعارف عليه الآن. الناس تروح تجيب لا لوفور بولونجير اللي هي لا ساكاروميساس سيرفيسي. هذا النوع من الخمائر هذايا ما يخلصش العجينة من حمض الفيتيك، بالتالي تبقى كمية كبيرة من حمض الفيتيك متواجده في الخبز نتاعكم اللي تستهلكوه. هذا اذا استخدمتوا الخميره اللي تتباع صناعيا. اما اذا ما استخدمتوش الخميره اللي تتباع ودرتوا كسره ولا درتوا عجينه غير مخمره، ففي الحاله هذه راح تاخذوا ماكله معمره بلاسيد فيتيك، وهنا مرحبا مشاكل الامتصاص والانتفاخات ومشاكل في الجهاز الهضمي وما الى ذلك. لو كان مثلا كانت تناولوها مره في الزمان نقولوا معليش، بصح كاين الناس راهم عايشين على هذا الشيء وبعد يجوا يشتكونا من مشاكل نتاع الهضم، ويقول لك انا عندي القولون العصبي، عندي مشاكل في القولون، عندي الانتفاخات، وعندي سطر في كرشي، والسطر هذا ما فهمتوش. ولكن انت اخي ولا اختي راك قائم على نفس النوع من التغذيه لمده كم سنوات، والجسم نتاعك ما راهوش مهيئ باش يستقبل حمض الفيتيك بالطريقه هذه. ولذلك لازمكم تتنبهوا للامر هذايا. الان يجيني واحد يقول لي مثلا انا يا الروز كيفاش انا رايح ندير له، مانيش راح نرحيه ولا نخمره ولا بقى. نقول لك بلي كاين طرق واحده اخرى اللي تقدر تخلي كيما الروز يتخلص من الاسيد فيتيك بكميه كبيره منه، هو النقع نتاعو في الماء الحار لمده نصف ساعه، ومن بعد تغسلو بالماء البارد ومن بعد تطيبو. حتى لا دوري دو كويسون نتاعو، يعني الوقت نتاع الطهو نتاعو رايح يختصر ويختزل، يكون وقت تقريبا بين 15 18 دقيقة بحسب النوع نتاع الأرز اللي عندك. ممكن واحد يقول لي واش رايك في ليبات، انا نحب ناكل لي لازانيا ولا نحب ناكل مقارون ولا سباغيتي، ولا هادو كامل عبارة على دي فارين نتاع لي سيريال سوا رافيني ولا كومبلي، ولكن سي اون فارين وعجينة غير مخمرة. وي نعرف انا هاد الشيء هذايا، ولهذا نقول لك تجنب الاكل نتاع هذه المواد هذه بصفه دوريه، يعني كي تاكلهم مره في السمانه معليش، ولكن ما تاكلهمش دائما. لهذا انايا من هذا الفيديو هذايا ننصحكم كامل تروحوا تتعلموا وترجعوا لونسيان تكنولوجي ولا تكنولوجي انسيسترال، يعني التقنيه نتاع الاجداد، كيفاش كانوا يخدموا الخبز وكيفاش كانوا يخدموا هما الخميره نتاعهم في الدار. كي نقول الخميره باختلاف المناطق في الجزائر، الخميره ماهيش هي المطلوعه، نقصد الماده اللي نخمروا بها الخبز، يعني كي نديروا الدقيق والماء ونزيدوا له الخميره هذيك. هذه الخميره هذيا اللي راني نتكلم عليها، روحوا تعلموا كيفاش تخدموا الخميره الطبيعيه، وهي سهله بسيطه جدا، يعني ممكن تبحثوا وتشوفوا كيفاش تخدم. وبكري الاجداد وكانوا يصنعوا هذه الخميره هذيا يوميا يوميا، وكان الناس يتسلفوها من دار لدار، وكانت حتى العروسه كي تروح جديده لدارها تدي معها لو لوفان هذايا والخميره الطبيعيه تديها معها للدار. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، اذا كان دخلوا الخميره الطبيعيه في التغذيه نتاعهم اليوميه
راح نشوفوا تغير ملحوظ بالنسبة لمشاكل تاع الجهاز الهضمي، خاصة الناس اللي عندهم لي بالونمون، فالنفخ ولي غاز وما شابه. كذلك كاين شيء واحد اخر مهم لازم تعرفوه، لانه ممكن الناس تروح تبحث تلقى باللي لاسيد فيتيك عنده استخدامات طبية واستخدامات صيدلانية. صح عنده استخدامات طبية وصيدلانية، لكن بنوتر فورما، ماهيش الفورما اللي موجودة بصفة طبيعية. كاين طريقة تقليدية كان الناس يعملوها وحتى الآن ممكن الاستخدام نتاعها مازال، اللي هو واحد كيكون عنده الحجر في الكلاوي يقولوا له غلي الشعير وشرب الماء نتاعو حتى يطيحوا هذوك الحجر. هاد الطريقة هادية صحيحة وخاطئة في نفس الوقت. كيفاش؟ اولا لازم تعرفوا باللي الحجر نتاع الكلاوي كاين عندنا عدة انواع من الحجر، وهذا الشيء هذايا ما نقدروش نعرفوه الا بعد ما تطيح الحجرة ونعرفوا شنو هو النوع نتاعها عن طريق التحاليل الطبية او المخبرية. اذا كان الحجرة هذه احد نوعين، اما تكون اوكسالات الكالسيوم ولا فوسفاتات الكالسيوم، في الحالة هذه الطريقة تاع شرب ماء الشعير ناجعة، وحتى استهلكت البنى النبوية ثاني اللي مصنوعة بالماء ودقيق الشعير حتى هي مفيدة وتنفع للحالة هذه. كاين حاجة واحدة أخرى ثانية لازم ننبه عليها، اللي هي الناس اللي ياخذوا ديزوليغويليمو سو فورم دو سوبليمون اليمونتير، يعني ياخذ برشامات او كبسولات او اقراص نتاع هاد المواد هذه، مثلا الزنك بالنسبة للناس اللي يحبوا يزيدوا من الخصوبة نتاع الجسم ولا يرفعوا جهاز المناعة، ولا ناس اللي عندهم نقص نتاع الكالسيوم، ولا ناس اللي ممكن عندهم دي مالادي انفلاماتوار وياخذوا مكملات غذائية تحتوي على نحاس نظرا للدور نتاعو الفعال المضاد للالتهاب، ولا حتى الناس اللي عندهم انيميا وياخذوا في الحديد. لازم تعرفوا بالاستهلاك نتاعكم للمواد الغذائية اللي فيها حمض الفيتيك، وحمض الفيتيك غير مفكك، فهي رايحة تلعب دور كبير في عملية الاستشفاء نتاعكم، يعني رايحة تحول بينك وبين الاستشفاء السريع. يعني إذا كان مثلا تأخذ جرعة من الزنك وانت يا مثلا تستهلك وتتناول الخبز ولا المطلوع ولا الكسرة بكميات وفيرة، ففي الحالة هذه راح يكون هنالك سوء امتصاص تاع المادة هذه، وكذلك بالنسبة للمعادن الأخرى اللي تكلمت عليها. لهذا حذار، يعني ما تكونش دير في حاجة كما نقولوا الكيس المثقوب، انت راك تعمر وفي نفس الوقت راك راهو يتفرغ. يعني كاين عندنا واحد المثل نقولوه، فهمت المحقن كيكون يحقن، يعني لونطونواغ هو رانا نصبوا فيه الماء بصح هو راهو يبردي فيه كلش. نفس الشيء بالنسبه للناس اللي يقول لك باللي انا توجور ندير الدواء نتاع لانيمي وندير لا كيور ديالي ونتابع مع الطبيب نتاعي، ولكن النتيجه دائما عندي لانيمي، ناكل شويه حديد بعد يعاود يطلع لي غير شويه الدم بعد يعاود يروح لي. وعلاش؟ باسكو انت الجسم نتاعك ماهوش قاعد يمتص في الحديد الموجود في داخل الخضروات وفي داخل الاكل نتاعك بصفه عاديه، لانه الفيتات الموجوده الناجمه عن الهضم نتاع حمض الفيتيك هي اللي تلعب على تضبيط الامتصاص تاع هذه المعادن. لهذا نطلب منكم اعاده النظر في التغذيه الحاليه تاع هذا الوقت. كيف كيف كي نقول لكم الخبز نتكلم على نيمبورت كيل فارين ما فيهاش لوفان فيرمونتي، يعني نتكلم على اي نوع من الدقيق الذي لا يحتوي على خميرة طبيعية، والقائمة طويلة وعريضة. نورمالمون فهمتوني بلا ما نسمي لكم بالاسماوات، سورتو الناس اللي عندهم حاجة واحدة اخرى ياكلوها اصباح، وقت القهوة تاع الصباح والقهوة تاع العشية وعطناش، كاين اللي ما ياكلوش لي ساندويتش، ياكلوش الخبز هما، ياكلو بيتزا. وعلى ذكر البيتزا، صافي با لونطون ديكوفريت واحد في البيار يدير البيتزا بلو لوفان ناتوريل، وكاين ثاني مخبزة واحدة أخرى في دي بيكا في دراع بن خدا كيف كيف يخدم لو بان تاعو بلو لوفان ناتوريل، وبكري المخابز كامل كانوا يديروا لو لوفان ناتوريل.
ولكن مع لاندسترياليزاسيون تاع لاغرو اليمونطاسيون داروا لا لوفور بولونجير، ولات الناس كامل تستخدم هاد لا لوفور هادي في بلاصه الخمائر الطبيعيه اللي هي اباز دو لاكتوباسيلوس، يعني بكتيريا تفكك السكريات الى حمض اللاكتيك او حمض اللبن. كاين اون استوس ثاني بور لي سبورتيف لي كونسوماتور نتاع لي فلوكون دافوان، شفتوا هادوك اللي يحكموا لي فلوكون دافوان يديروهم في الحليب، و يعني بالنسبه ليهم هما كلاو ان بون روبا. بون سي فري كاين دي فيبر لداخل، مي المعادن ومشاكل تاع الجهاز الهضمي ممكن جدا انهم يكونوا من هذا الاستهلاك الخاطئ. لهذا عندي نصيحه، لي فلوكون دافوان vous pouvez les faire souffler، يعني تروحوا تفوتوهم على لو توستاج ولا التحميص، يعني ديروا مقله في درجه حراره عاليه ولا في الفور ديروا في درجه حراره عاليه وترميوا لي فلوكون دافوان وتمرروهم على حراره عاليه لوقت قصير، يعني ماشي شرط حتى وين يتلون او يتبدل اللون تاعهم، يعني فقط لي فير دوري ان بو ومن بعد تستهلكوهم كما تحبوا، راح تنقصوا كميه كبيره من لاسيد فيتيك او حمض الفيتيك من لي فلوكون دافوان. وهكذا نكون كملت الحكايه تاعي مع لاسيد فيتيك مع لي سيريال او حمض الفيتيك مع الحبوب الجافه اللي نصنع منها دقيق. المره الجايه رايح نتكلم على حمض الفيتيك والليكتينات في نفس الوقت وتصرفات غذائيه خاطئه نديروها في البيوت نتاعنا نظرا لهذا التطور اللي رانا عايشينه. بكري الناس كانت تعيش كيما نحن. انا دعوتي واحده، ارجعوا للتغذيه نتاع الاجداد، مهم جدا. السلام عليكم.